السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل طريقة الرز البسمتي النهاردة. معايا كده ده ربع رز كده من البسمتي، هو ربع ما شاء الله بيزيد بكمية اكتر من الرز الابيض العادي، يعني الربع كيلو بيرمي رز كتير يعني ما شاء الله يعني. وجبت بقى البهارات بتاعتي اللي انا هعمل بقى الرز. جبت هنا كاري وهنا كركم وربع مرقة لحمة فراخ، وهنا دي نص عود قرفة وورق لوري وربع معلقة ملح صغيرة. وهجيب بقى بصلاية هقطعها كده. انا جبت كده بصلاية وقطعتها، بس قبل ما اقطعها حطيت في الحلة ديت معلقتين زيت، يعني انا مش هحمرها، هخليها بس تتبل معايا. وهي بتتبل كده معايا هنزل بالبهارات بتاعتي كلها. لما بتشوحي البهارات والحاجة ديت مع بعض بتديكي ريحة جميلة وبتدي الرز ريحة أجمل. هو انا سألت يا جماعة عن الرز البسمتي وبيتغسل او ما بيتغسلش؟ انا بصراحة سألت شيف وكده كان بيطبخ عندنا وكده في فرح، قال لي لا الرز البسمتي ما بيتغسلش. فهو كده البصلة معايا دبلت، هنزل بالرز كده. هشوحه بس ايه تشويحة بسيطة كده، وهنزل بقى بكوبايتين مية. دي اول كوباية اهي. الثانية هسيبه بقى ياخد الغلوتين بتوعه، وبعد كده ههدي عليه النار عشان يستوي، واول ما يستوي هرجع اوريه لكم. وده شكل الرز بعد ما استوى وغرفته في الطبق ده. يا رب تعجبكم طريقتي في اعمال الرز البسمتي. ما تنسونيش بقى في لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان ينزلكم كل جديد، واستنوني كده في فيديو جديد ان شاء الله.
ويا رب طريقة الرز تعجبكم.